والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 21 من شهر صفر لعام 38 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأقيم الصلاة، يعني جل ثناؤه بقوله وأقيم الصلاة، أدوها بحدودها الواجبة عليكم فيها، كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال: وأقيموا الصلاة في هذه الأخلاق، وإقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وآتوا الزكاة، قد بينا فيما مضى قبل معنى الزكاة وما أصلها. وأما الزكاة التي كان الله جل ثناؤه أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمرهم في هذه الآية، فهي ما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس: وآتوا الزكاة، قال: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل. وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشم أو أخذ بغير ما أمره الله عز وجل به وبينه له. حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وآتوا الزكاة، يعني بالزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله تعالى ذكره والإخلاص. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معطوف على قوله وقولوا للناس حسنا، ولا يزال السياق في بني إسرائيل أو في يهود. والأمر بإقامة الصلاة لهؤلاء وإيتاء الزكاة طبعا فيه دلالة على اتفاق الشرائع في الأصول الكبرى للدين. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك قول يعقوب لبنيه: لا تموتن إلا أنتم مسلمون. فالإسلام يشمل الأركان الخمس المعروفة، اللي هي شهادة لا إله إلا الله، والشهادة بالنبي الذي كان في ذلك الزمان طبعا، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده لا يعني لا تقبل شهادة بنبي إلا به صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، ما في عنده مثال آخر، والصيام، إما أن يسلم. فإذا عندنا التوحيد اللي هو الشهادتين، والمباني الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. والحج كان إلى بيت الله الحرام، وسبق الإشارة إلى ذلك، وأنه ما من نبي إلا والأصل أنه حج إلى بيت الله الحرام، خصوصا أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من الفرع الإسحاقي أو كانوا من الفرع الإسماعيلي، لأن الحج كان واجبا على
كل ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل أيضا من دانا بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوامر التي وجهت لبني إسرائيل أو الإشارة إلى موجه لبني إسرائيل هو نوع من دعوة بني إسرائيل بما اتفقت عليه الشرائع، ولهذا هذه الأوامر التي وردت في الآية هي مما اتفقت عليه الشرائع، لواء الإحسان لليتيم، لذي القربى، القول الحسن للناس، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، هذا يؤمر به كل أحد. فكان من المتوقع عقلا يعني ما أن يؤمن بنو إسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه جاءهم بما يعرفون، لكنهم مع ذلك أنكروه كما سيأتي بعد قليل. الزكاة هنا كما أخبر في الرواية الأولى عن ابن عباس أنها الزكاة المعروفة، زكاة مال، يعني زكاة المال. وزكاة المال معناها أن في المال حصة مخصوصة يخرجها العبد طاعة لله سبحانه وتعالى، وتختلف كما أشار ابن عباس باختلاف الأنبياء. فإذا شرع هؤلاء أو طريقتهم كما أخبر في رواية الضحاك أنهم يخرجون هذه الأموال ثم تأتي نار من السماء فتأكل ما كان منها خالصا لم يشبه شيء وتترك الآخر. الرواية الثانية عن ابن عباس جعل الزكاة بالمعنى العام الذي تزكية ماذا؟ تزكية النفس بالطاعة، تزكية النفس بالطاعة. لكن لم يشر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره إلى هذا القول الثاني، هل هو مقبول أو غير مقبول، تحتمل الآية وما تحتمل الآية، لم يرد شيئا في ذلك. وأيضا لم يسر في إرادة القول على طريقته السابقة، لا من جهة بيان المعنى العام أولا، ولا كذلك من جهة ورود لفظة تدل على تضعيف القول. ولهذا في مثل هذا الموطن، لكن الإسلام ماذا فعل؟ يعني إذا تأملنا نلاحظ يعني أن قبل الإسلام لا نستطيع أن نقول بأن الطبري اختار قولا على قول، إلا إذا قلنا لعل الذي قدمه هو إيش؟ المقدم عنده، يعني لعل الذي قدمه المقدم عنده فقط. وإلا فالأمر في مثل هذا المثال يعني يصعب. لكن إذا نظرنا أيضا إلى مسألة أخرى، وهي أن الأصل أن الزكاة المقرونة بالصلاة هي الزكاة إيش؟ الواجبة. الزكاة المقرونة بالصلاة هي الزكاة الواجبة. فإذا قلنا بهذا فيكون إذن عندنا معنى ذلك عندنا أن هذه الزكاة أيضا ترك الطبري الإبانة عنها لأنها من الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، لكن القول الثاني الذي ذكره عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وقال يعني بالزكاة طاعة الله تعالى، فمعنى الطاعة أعم من ماذا؟ من الزكاة المفروضة، لأن إيتاء الزكاة المفروضة هو نوع من أنواع الطاعة، فالأقرب والله أعلم أن يكون المعنى الأول هو المراد، والمعنى الثاني ما يؤول إليه المعنى الأول، بمعنى أن إيتاءهم للزكاة المفروضة هو دليل على ماذا؟ على تمام الطاعة، فقط هنا للربط بين القولين، وإلا القول الأول هو القول المراد الذي إذا أردنا أن نحدد ونعين ما هو المراد نقول المراد هو هنا زكاة الأموال. ولكن تزكية النفس بالطاعة، زكاة الأموال هي نوع من أنواع تزكية النفس بالطاعة، والله أعلم. نعم شاء الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه بعدما أخذ ميثاقهم على الوفاء له بألا يعبدوا غيره وبأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات ويصلوا الأرحام ويتعطفوا على الأيتام ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم.
ويأمروا عباده بما أمرهم الله به، ويحثوهم على طاعته، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا زكاة أموالهم ويؤتوا زكوات أموالهم، فخالفوا أمره في ذلك كله وتولوا عنه معرضين، إلا من عصم الله منهم فوفى لله بعهده وميثاقه كما حدثنا. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما فرض الله عليهم، يعني على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه من بني إسرائيل هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به، أعرضوا عنه استثقالا له وكراهية، وطلبوا ما خف عليهم إلا قليلا منهم، وهم الذين استثنى الله تعالى ذكره فقال: ثم توليتم، يقول: أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم، قال: القليل الذين اخترتهم لطاعتي، وسيحل عقابي بمن تولى وأعرض عنها، يقول: تركها استخفافا بها. حدثنا وأسند عن عكرمة عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي تركتم ذلك كله. وقال بعضهم: عن الله جل ثناؤه بقوله وأنتم معرضون، اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنى بسائر الآية أسلافهم، كأنه ذهب إلى أن معنى الكلام: ثم توليتم إلا قليلا منكم، ثم تولى سلفكم إلا قليلا منهم، ولكنه جعل خطابا لبقايا نسلهم على ما قد ذكرنا فيما مضى قبل، ثم قال: وأنتم معشر بقاياهم معرضون أيضا عن الميثاق الذي أخذته عليكم بذلك، وتاركوه ترك أولئكم. وقال آخرون: بل قوله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون خطاب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل، وذم لهم بنقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في التوراة وتبديلهم أمر الله وركوبهم معاصيه. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: ثم توليتم، طبعا يلاحظ القضية المهمة عندنا في هذا هي قضية توجيه الخطاب، لأن عندنا الآن ثم توليتم إلا قليل منكم، هذا مقطع، وأنتم معرضون. هل الجملة هذه كلها تعود إلى الذين تحدث عنهم هم الأسلاف، أو تتحدث عن الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، أو جزء منها يتحدث عن الأسلاف وجزء يتحدث عن الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كما هو ملاحظ، عبارة الضحاك عن ابن عباس لو نحن تأملناها وقرأناها في قوله يعني على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتاب من بني إسرائيل هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به وأعرضوا عنه استثقال له وكراهية وطلبوا ما خف عليهم إلا قليلا منهم إلى آخر كلامه، لا يتبين يعني هل المراد هم من كانوا سابقا أو من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أنه كان احتمال أن يكون المراد عموم هؤلاء سواء كانوا من كان سابقا أو من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، يعني بناء على هذا المعنى، فنمكن أن نقول إن هذه الآية أو قصدي هذا المقطع يعني جائز أن يراد به خطاب للجميع، وجائز أن يراد به خطاب الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز أن يكون مراد به أو المقطع الأول مرادا به من كانوا قبل من الأسلاف، وقوله أنتم معرضون خطاب لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذه المحامل، والسؤال الذي يرد أيضا أنه مع هذه المحامل كلها، هل إثبات أن هذه الأوصاف حصلت من الأسلاف ينفي أن تكون قد حصلت من الذين بين ظهراني النبي؟ الجواب لا. وكذلك العكس، هل لو قلنا إنها لمن كانوا بين ظهراني النبي يدل على أن الذين كانوا قبلهم لم يفعلوا ذلك؟ الجواب أيضا لا. فإذا في مثل هذا المقام صار هذا الخلاف لا يؤثر على المعنى العام، وإنما أثره على من هو المخاطب أو المراد أولا بهذا الخطاب، يعني من هو المعين أو المراد بهذا الخطاب، لأن عندنا ضمائر ثم توليتم، وعندنا ضمير في أنتم معرضون،
فقط، يعني تحديد من هو المراد، وإلا هذه الأوصاف صادقة على الأسلاف وصادقة على من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. فما دامت صادقة على الطرفين فإذا صار الأمر أو رجع الأمر إلى تحديد من هو المخاطب بهذه الآية أولا، يعني من هو المخاطب بهذه الآية أولا. وما دام الأمر الكلي لا إشكال فيه، يعني متفق عليه، فإذا الخلاف سيكون جزئيا، بحيث أن لو قلنا إن المخاطب كذا فإنه لن ينفي أن يكون هؤلاء بين الصفة، وإن قلنا المخاطب أولئك لن ينفي يكون أيضا الذين بين ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. طبعا هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الخلاف الذي أشار إليه الطبري رحمه الله تعالى. نعم. صح، يصح، يصح للبيان، لبيان انتقال السياق، بيان انتقال السياق من الأسلاف إلى المعاصرين، لكن يعني مع احتمالية لأنه إيش هو، نعم، ليس ظاهرا، لأن الضمائر ما في ما يدل عليها، يعني الضمائر كلها متواصلة، توليتم إلا قليل منكم أنتم معرضون، فكلهم متصلة الضمائر، فالأقرب أن تكون تعود إلى صنف واحد، إما أن يكون الأسلاف أو إما أن يكون الذين يظهرين النبي صلى الله عليه وسلم. لا، تأتي هنا زي ما ذكره في هذا أن التفات، يعني أنه خطاب للأسلاف كأنه خطاب مباشر. أي نعم، استحضار الصورة. نعم فضل أشياء. نعم، اي هذا اشار، هذا اشار اليه الطبري في ان ما يعني ما وقع من الاباء يكون خطابا لمن؟ للمعاصرين. هذا اشار اليه وهذا محتمل طبعا، طبعا، لانه كما يقال من رضي بالفعل فهو كمن فعله، فهم رضوا بافعال الاباء فيعني الحق الامر بهم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، في المعنى والإعراب نظير قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وأما سفك الدم فإنه صبه وإراقته، فإن قال قائل: وما معنى قوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وقال: أو كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارها فينهوا عن ذلك؟ قيل: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت، ولكنه عن أن يقتل بعضهم بعضا، فكان في قتل الرجل منهم الرجل منهم قتل نفسه، إذ كانت ملتهما واحدة ودينهما واحدا، وكأن أهل الدين الواحد في ولاية بعضهم بعضا بمنزلة رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد يجوز أن يكون معنى قوله لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقاد به قصاصا، فيكون بذلك قاتلا نفسه، لأنه كان الذي سبب لنفسه ما استحقت به القتل، فأضيف إليه بذلك قتل ولي المقتول إياه قصاصا بوليه، كما يقال للرجل يركب فعلا من الأفعال يستحق به العقوبة فيعاقب: إنك جنيت على نفسك، فيعاقب: أنت، أحسن الله عليكم، أنت جنيت على نفسك، أنت جنيت هذا على نفسك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وأسند عن قتادة قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك،
حدثني وأسند عن أبي العالية في قوله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يقول لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يقول لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. حدثني وأسند عن قتادة في قوله لا تسفكون دماءكم، يقول لا يقتل بعضكم بعضا. حدثت وأسند عن قتادة لا تسفكون دماءكم، يقول لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فتسفك يا ابن آدم دماء أهل ملتك ودعوتك. نعم، هنا يعني اختلف الوضع يعني في طريقة الترجيح، لأنه ذكر يعني قولين. القول الأول في معنى أو تخرجون أنفسكم، يعني ما هو ما المراد بالنفس. طبعا ذكر ما يمكن أن يقال عنه إشكال يرد على الذهن، يعني توهم معنى. إيش المعنى المتوهم هنا لما تقول لا تقتل نفسك؟ هل المراد لا تقتل نفسك أي ذاتك، أو لا تقتل أخاك؟ والآن ليس المراد لا تقتل ذاتك، وإن المراد لا تقتل إيش؟ أخاك. فإذا عبر عن الأخ بماذا؟ بالنفس، يعني عبر عن الأخ بالنفس. ولهذا هو قال يعني في إرادة السؤال أو كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارها فينهوا عن ذلك، يعني هذا هو المعنى الظاهر. يعني معنى ظاهر أن المراد بالنفس هي ذات الشخص. فنبه قال ليس الأمر على ما ظننت، ولكن نهوا أن يقتل بعضهم بعضا. وهي عبارات السلف وخاصة قتادة أنه نفسك أهل ملتك، فكأنك إذا قتلت واحدا من أهل ملتك كأنك قتلت إيش؟ كأنك قتلت نفسك. فجعل الملة كاملة هي ذات واحدة، يعني جعل الملة كأنها ذات واحدة، فالذين معك في الملة يعني قتلهم يكون كأنه قاتل لماذا؟ للنفس. طيب طبعا لاحظوا أن قوله لا تسفكون دماءكم، طبعا هذه نهي، ولو كانت هذه نفي معذرة، لو كانت نهيا إيش ستكون؟ لا تسفكوا. فهذا النفي مآله إلى ماذا؟ إلى النهي، يعني أخذنا ميثاقكم بألا يقع منكم واحد اثنين ثلاثة هكذا. طيب نهاهم عن سفك الدماء، نهاهم عن سفك الدماء، وجعل سفك الدماء فيما بينهم هو من باب سفك الإنسان لدم ذاته، يعني كان الإنسان قتل نفسه بنفسه، وهذا من باب تعظيم ماذا؟ تعظيم أمر الدماء، يعني من باب تعظيم أمر الدماء في أهل الملة الواحدة، في أهل الملة الواحدة. طبعا تعظيم أمر الدماء في أهل الملة الواحدة وكذلك بين الملل الأخرى، هذا يعني يعتبر في الإسلام من الأوضح الواضحات، من أوضح الواضحات، ما في لبس، يعني لا يدخل الاشتباه في موضوع الدماء، هذا هو الأصل. بمعنى أن القرآن والسنة بيّنت موضوع الدماء بيانا واضحا لا لبس فيه، ولا يقتل مسلم ولا كافر إلا ببينة معروفة، يعني بمعنى أنه لا يكون هناك قتل لأحد إلا ببينة معروفة. أما ما يقع من التعدي على الدماء سواء كانت دماء مسلمين أو دماء معصومين من غير أهل الإسلام، فهذا الخلل ليس من جهة الإسلام، وإنما من جهة من؟ من جهة الإنسان نفسه، يعني من جهة الإنسان نفسه. ولهذا كما تلاحظون اليوم والعياذ بالله صار سفك الدماء من أيسر ما يكون عند بعض الناس، يعني من أيسر ما يكون، وبعض الطوائف أصلا دينهم قائم على سفك الدماء، مثل طائفة الرافضة، يعني أصل دينهم قائم على هذا، بمعنى أنهم إذا تغلبوا على أهل السنة فإنهم يسفكون دماء ولا يكادون يقتلون يهوديا ولا مجوسيا ولا نصرانيا ولا يعني كافرا إطلاقا، يعني لا يعرف أنهم فعلوا هذا إلا في حالات مدافعة نفس. أما أن يكون من دينهم أن يقاتلوا غير المسلمين فهذا لا يكاد يوجد في كتبهم، وإنما العداء هو مخصوص
بطائفة أهل السنة. كذلك يعني بعض شذاذ أهل السنة الذين وقعوا في مثل هذا الأمر الكبير هم وقعوا بسبب جهلهم، يعني عندهم جهل مركب، يعني عندهم في هذا الأمر إيش؟ جهل مركب. والمشكلة أن الغرب الكافر، الغرب الكافر يسوق هؤلاء إلى أن يفعلوا هذا الفعل بطرقهم المعروفة من جهة الإعلام، بمعنى أن الغرب يصنع هؤلاء القتلة صنعا، يعني يصنع هؤلاء القتلة صنعا. وإلا لو أن إنسانا تجرد عقليا، يعني إنسان تجرد عقليا، لا نقول له دين، يعني لا نقول له نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا مسلم إطلاقا، وأراد أن ينظر في هذا الأمر الذي حصل وما هو كائن، يعني ما هو كائن منذ سنوات، بحيث أنه يحكم، يعني يحكم بحكم عقلي. المسلمون لهم تاريخ طويل جدا جدا، وعاش تحت ظلهم اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من يعبدون ما يعبدون، لم يمس أحد من هؤلاء بسبب دينه، ولم يرق دمه بسبب دينه. وإلا لو كانت هذه الدماء تراق ما بقي لهؤلاء إيش؟ باقية، يعني لم يبق لهم باقية. بل إن الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، إلى الإسلام وفيها ما فيها من الكفريات، لم يجرد أهل السنة السيف عليهم ما داموا ماذا؟ بعيدين عنهم، لم يعني يقيموا عليه أو لم يقوموا بالسيف على أهل السنة. وهذا التاريخ يعني يشهد، وشهادة التاريخ لا يعني مجال في كذبها. فمثلا ابن الصباح وما قام به لما جرد السيف جرد عليه ماذا؟ السيف. لكن طائفة الدروز، النصيرية، غيره من هؤلاء الذين عاشوا في وسط أهل السنة، بل في 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 حاضرة أهل السنة، ولم يكن بينهم بين أهل السنة من الصدام، بقوا. وأهل السنة يبينون ضلالهم ويؤلفون المؤلفات ضدهم، لكن ما أحد تعرض لهم ولدمائهم وأموالهم أبدا، لم يتعرض لهم. لما دخل المستعمر إلى بلاد المسلمين هو الذي ألب هذه الطوائف على أهل السنة، ثم صارت كما تعلمون مسألة المقتلة أو القتال بين هذه الطوائف بطرق شتى. لكن مع ذلك أقول إن دراسة التاريخ وتقديم التاريخ لكثير من يجهلونه قد تبصره، ولكن آلة الإعلام آلة خبيثة شديدة الخبث، تستطيع أن تجعل من الحدث الصغير كأنه حدث كبير. وأنتم تعلمون هذا، يعني مثل مظاهرة تكون في شارع، يستطيع المخرج أن يأتي يعني بها من زوايا متعددة ويخرج لك أن هذه مظاهرة كبيرة حصلت في المكان الفلاني، وهم قد لا يتجاوزون 100 شخص إلى 200 شخص، لكنه يأخذها من زوايا، ومقابلة مع فلان، مقابلة مع فلان، ويأخذ لك 10 مقابلات، 10 مقابلة، وكل الأشخاص يمكن أخذ أغلب الأشخاص الموجودين هناك. فالآن آلة الإعلام في هذا الباب يعني تعمل بشكل يعني كما يقال جهنمي، حتى تجعل من لا شيء شيء. وليس هناك عند المسلمين أو حتى عند أهل السنة بالذات يعني من الإعلام ما يستطيع أن يواجه مثل هذه الآلة الغربية. طبعا الذي جرى إليه أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الدماء حرمة واضحة، أنه لا يجوز سفك الدماء إلا بحق. حتى اليهود حصل بينهم هذا الأمر، يعني بين طوائفهم، وقول الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن هذا، فإنه فيه إشارة إلى أنه سيقع، بل هو واقع بينهم، لأنه أخذ عليهم ميثاقا لا يقع منهم ذلك فوقع منهم، وأخرجوا فريقا من ديارهم أيضا، يعني أخرجوا فريقا من ديارهم، يعني إذن وقع بينهم ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو المعنى الأول. فائدة أن الطبري رحمه الله تعالى لما أورد
المعنى الأول، لأنهم قال كانوا أهل الدين وكأن أهل الدين الواحد في ولاية بعضهم بعضا بمنزلة رجل واحد، جره أو جر إليه حديث إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم بمنزلة الجسد الواحد، أو بينهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. استجلاب هذا الحديث في هذا الموطن يعتبر من ماذا؟ من الاستفادة من السنة، يعني استفادة المفسر من السنة. وهذه كما سبق أن نبهت عليها أن نوع من البراعة يبرع فيها المفسر، ليس تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يورد حديثا لا علاقة للآية به بوجه ويوظفه كما نقول عبارة يعني المعاصرة هذه، يوظفه في تفسير الآية، يعني يوظفه تفسير الآية، وإلا الحديث ليس له علاقة بالآية ولا أورد الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، وإنما المفسر استجلب هذا الحديث لهذا المعنى الذي ذكره ليقوي هذا المعنى، ليقوي هذا المعنى. قوله وقد يجوز، هذا قوله قد يجوز جعله مرتبة ثانية لكنه أضعف من القول الأول. القول الأول عنده أقوى لأن روايات السلف عليه كما سيأتي. طبعا قد يجوز هذا تدخل في باب الأسباب، يعني لا تتسبب في قتل نفسك، كان المعنى لا تسفكون دماءكم، لا تتسببون في سفك دمائكم. كيف يتسبب الإنسان في سفك دمه؟ ذكر أمثلة من ذلك، أنه يقتل واحد فيقتل به قصاصا، فهذا تسبب في قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه. طبعا المعنيان واضح الفرق بينهما. بعد ما أورد هذا المعنى أو هذا القول، قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. طبعا قوله بنحو الذي قلنا في ذلك واضح أنه يرجح المعنى الأول الذي ذكره واستدل له بالحديث المشهور. ثم أورد روايات السلف والروايات عن القتادة وعن أبي العالية، طبعا قتادة بروايات المتعددة عن أبي العالية هي تصب في هذا المعنى، أي لا تقتلون أهل ملتكم، فكأن قتل أهل ملتكم قتل لأنفسكم. نعم شاء. لا، الأول تسفك دم غيرك وإن لم يسفك دمك، لكن ثاني تسفك دم غيرك فيسفك دمك، يعني يقع سفك دمك. إلا الثاني النهي عن قتل نفسك، لكنه يكون بسبب، أنت في النهاية تؤول إلى قتل نفسك لكن بسبب، الثاني قد لا تقتل نفسك، ما يكون في قتل النفس لذاتك، هذا هو الفرق. واضح الفكرة؟ إيه نعم نعم، يعني الأول قد تقتل غيرك من أهل ملتك ولا تقتل أنت، فهو النهي عن أن تقتل واحد من ملتك فقتله بمنزلة قتل نفسك، هذا مبالغة في النهي. الثاني لا، أنت الآن سيؤول الأمر لأن نفسك تقتل لأنك تقاد به. لا تسبب، لكن في النهاية تقتل وما تقتل، هذا هو. فهو قال لا تقتل نفسك، فهو أشار إلى السبب، كيف يقتل نفسه؟ قالوا يقتل غيره فيقاد به، يعني هم فهموا هكذا. أي نعم. أي نعم. نعم نعم. أي نعم. لكنه في بين المعنيين فرق. نعم. نعم. بلى، هذا يقويها، من قتل نفسه فكانما قتل الناس جميعا، لكن هناك قال قتل الناس، هنا يريد شيء محدد اللي هو أهل الملة بالذات. نعم. في شبهة سفك الدم في الإسلام، نعم، يقولون من يقتلون الآن يقتلون رسوله
القدوة الذي قال مثلا فرض الروع سيرة شهر أو جعل رزقي تحت ظهر سيفي، فكيف يجاب عليه؟ لا، هو شوف الفكرة العامة، أصلا فكرة عامة في هذا، في نصرت بالرعب ولا جعل رزقي تحت ظل سيفي والحديث الواردة فيها والجهاد عموما أصلا، هي المسألة دائما إذا نوقشت يجب أن تناقش من في منظومة الإسلام نفسه. يعني ما يؤخذ هو المشكلة الآن الغرب، ويعني من يعني من يتبعهم في هذا يجزئون الإسلام تجزيئا، فحينما يجزئون الإسلام تضيع المعالم الكبرى للإسلام. وأنا أذكر شيخنا الشيخ مصطفى مسلم في أحد دروسه في الجامعة ذكر لنا عن واحد لا أذكر اسمه، أنه كان يتكلم عن هذه الفكرة، يقول إن من مشكلات المسلمين أنهم حينما يردون بعض الشبه يردون على هذه الشبه الجزئية، وهو يرى يقول إذا أردت أن تناقش لا تناقش الشبه تجزيئا وإنما خذ الأمر كليا. وذكر مثالا جميلا، قال الآن أي واحد منا كإنسان تراه ما شاء الله إنسان يعني مكتمل الخلق كما قال سبحانه وتعالى في أحسن تقويم خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك على القراءتين، يعني إنسان سوي، لكن هل تستطيع أن تستمتع بالنظر إلى عينه مجردة؟ يعني تقلع عينه وتضعها. يقول هي نفس الفكرة، حينما تأخذ من الإسلام جزء تشوهه كما تشوه هذا الجسد بخلع العين منه، فيكون جسد مشوه والعين إيش؟ مشوه. هذه نفس، يقول هي نفس الفكرة، وهذا تشبيه جميل. فحينما مع الأسف الآن نحن نتكلم عن مثل هذه القضايا كثيرا ما نتكلم ونرد ردودا جزئية، لا نناقش الموضوع بكماله، ولو ناقشناه بكماله يختلف الوضع. فأنت الآن حينما تأتي إلى قضية الجهاد أصلا وإقامة دين الله سبحانه وتعالى، أنت تأخذها من منظور كلي اللي هو في الإسلام كاملا وتقدمها من خلال هذا المنظور، لا تقدمها على هم يقدمونها لنا على أنها سفك دماء، على أنها قتل، مع أنهم هم أكثر قتلا وأشنع قتلا. يعني كم سفكوا من دماء بعض من بعض في أوروبا؟ كم سفكوا من دماء اليابانيين؟ كم سفكوا من دماء المسلمين في أفغانستان؟ كم سفكوا من دماء المسلمين في العراق؟ كم سفكوا يعني سفكوا إلى يعني ما لا حصر له. ولكن كما قال قائلهم يعني أنه لم يجد أرحم يعني من العرب في موضوع القتل، يعني في العدد، أنت يعني لو تجمع عدد الذين قتلهم المسلمون في حروبهم منذ أن بدأ الإسلام إلى اليوم ما يمكن يأتي معركة من معاركهم في أوروبا. كما قلت لك مسألة الإعلام مشكلة، المسألة الثانية اللي هو تجزيء هذه القضايا، يعني تجزيء هذه القضايا. الإسلام يأتي أو المسلمون يأتون إلى هؤلاء الناس ويطلبون منهم هذه الأمور الثلاثة المعروفة، لا يبتدئون بالقتال، يعني القتال ليس هو أول شيء، ويأتون بناء على الدين الذي نزلوا به ويقدمونه للناس. المشكلة ما هي؟ أن هناك أناس يمنعون تقديم الدين للناس، هؤلاء ماذا تفعل فيهم؟ تقاتلهم حتى يصل الخير إلى الناس، حتى يصل الخير إلى الناس. وعمل المسلمين طوال تلك الفترات قائم على هذا. طيب كيف استطاع المسلمون مع إقامة الجهاد أن ينتصروا في كل هذه المواطن وخلال قرابة 30 عام تقريبا أو كذا؟ يعني عهد عثمان رضي الله تعالى عنه هو من أوسع عهود المسلمين من جهة إيش؟ اتساع رقعة الدولة الإسلامية. وتعرفون أن علي بن أبي طالب لما جاء كانت عنده مشكلات في الداخل، ليست عنده مشكلات في الخارج، فانشغل في الداخل، وعثمان الأمور مستقرة هو وعمر، فاستطاعوا أن ينشروا الإسلام في الخارج. وتعرفون يعني يعني ما قام به صغار المسلمين مثل محمد اللي فتح بلاد السند وغيره، استطاعوا أن ينشروا الإسلام إلى أن وصلوا إلى الأندلس. فالمقصود أنه لا يمكن هؤلاء كلهم ما شاء الله بالسيف، لابد أن يكون هناك قناعات اقتنع بها الذين جاء إليهم أهل الإسلام، وهذا ما يحكونه هم. لكن ماذا تفعل كما قلت لك قبل قليل بأناس يحاربونك بإعلامهم ويحاربونك بشبههم
ويسلطون عليك نهارا صباحا وليلا نهارا ومساء وأنت لا تستطيع ترد، وليس هناك أيضا عقول تفكر كيف ترد في مثل هذه الأمور. فإذا لا تناقش هذه القضايا جزءا، والشرذمة التي خرجت الآن بأي اسم سموها تقتل من هنا ومن هنا، هذه تعد كم بالنسبة للمليار؟ فلماذا أنت بؤبؤ عينك صغر عن هذا المليار وانفتح لعدد لا يكاد يذكر؟ يعني يطلع بالمدري كم 6 0 0 0 6، يعني لا شيء، رقم لا يكاد يذكر، يعني رقم لا يكاد يذكر. هؤلاء الذين يعني سموا بأسماء وجعل الإسلام من خلالهم ينظر، هم لا يكاد يذكرون إطلاقا بالعدد. لكن كما قلت لك آلة الإعلام لا تخرج إلا هؤلاء، وهؤلاء الغرب لا يروننا إلا من خلال الإعلام الذي يفسد الإسلام. ولهذا الذي تجرد أو ذهب يبحث عن الإسلام مجردا عن الإعلام، ماذا يحصل له؟ أحد أمرين، إما أن يسلم وإما أن يكون حياديا، ما في عنده مجال آخر، يعني إما أن يسلم وإما أن يكون حياديا. وأنتم تعرفون في بعض اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي جاءوا باثنين هولنديين، شباب هولنديين ليسوا مسلمين، وأخذوا كتاب البايبل اللي كتاب النصارى وغلفوه ووضعوا عليه هولي قرآن. يعني فيأتوا في الشارع يأتوا لأمرأة أو رجل يرونه هذا الكتاب، قلت تعرف الكتاب هذا كتاب مسلمين، فيفتح ويقرأ، ما رأيك بهذا النص؟ فيبدأ يصف القرآن بأقلع الأوصاف، إذا انتهى رفع الغلاف وقال هذا البايبل. يقول معقول؟ لا 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 ما أظن، يعني ما طيب أنت قبل قليل كنت تصفه بهذا الأوصاف، والآن لما صار كتاب اللي تنتسب إليه تقول ما هو معقول؟ طب هذا كتابك، ولهذا لا يقرؤون كتابهم. ما عندنا أيضا إعلام يخرج هذه الأشياء ليروا الناس كيف يتعامل أيضا النصارى واليهود مع غيرهم من أهل الملل، ما في إعلام يترجم هذا. يعني هذه إيش أقول، يعني عملية قام بها اثنين من الفتيان وانتشرت، لكن ما هي موجودة في الإعلام العام. فالمعركة هي معركة واسعة جدا جدا، ولا يكفيها يعني لا قناة ولا قناتين ولا ثلاث. لكن المهم عندنا نحن اللي أرجع إليه، أننا حينما تناقش هذه القضايا يجب أن نكون حذرين من الزوايا الحرجة. يعني الزوايا الحرجة يعني ما يجعلك الخصم في زاوية ضيقة، دائما احرص أنك تفتح أنت الزاوية، تخليها زاوية إيش مفتوحة. ونضرب لك مثال، وإن كان طبعا الدرس تفسير، لكن جرى إليها الآن الرق الآن، هل الرق الآن مذموم بإطلاق أو لا؟ بإطلاق الرق مذموم بإطلاق؟ أن توجد رقيقا هذا مذموم بإطلاق؟ لا لا لا، أنا أتكلم عن الواقع، خليك من الوقت المعاصر، أتكلم عن الرق من حيث الأمر قبل أن يعني تأتي الأنظمة، ليس مذموما على الإطلاق ولا لا؟ وكان معمولا به، يعني كان موجودا قبل الإسلام، ولكن الإسلام ماذا فعل؟ الإسلام قننه، يعني نظمه. قبل الإسلام ليس هناك أي قانون للرق، كيف يسترق يعني يسترق الإنسان؟ ما في قانون، يمكن واحد يأتي ويأخذ يختطف له طفل ويده ويبيعه. طيب الإسلام حدد مسارا واحدا للرق، لا يكون إلا من خلال إيش؟ الحرب فقط. وحتى من خلال الحرب هو أحد الأشياء التي تنتج عنه، بمعنى يمكن للمسلمين أم ماذا؟ أن يعفو عن هؤلاء، يعني بمعنى أنه لا يلزم أن يكون كل من مسكوه رقيقا أو من استولوا عليهم يكونوا من الرقيق، بل يمكن يعفون عنهم. كذلك أيضا النساء التي اتخذنا يعني في الرق، جل الأخبار الواردة عن هؤلاء النساء أنهن أرفع منزلة مما لو كنا إيش؟ على دينهن أو عند أبائهن، ممن يتزوجهن أو يتسر بهن إلى آخره. وهذا أيضا يحتاج إلى نظر وبحث. وأنتم تعلمون على سبيل المثال تعلمون أن بنت يزدجرد من اللي تزوجها أو من اللي تسر بها؟ الحسين ولا لا؟
الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وغيره طبعا من الصحابة. فإذا المقصود الذي يريد أن ننتبه له أن حين نتكلم نفس القضية يكون عندنا أيضا نظر شمولي. هم يأتون إلى بعض الصور التي تعتبر صور سيئة وينشرونها، أما الصور الأخرى والتي يعني تعتبر من الصور الحسنة هذه لا تكاد تجدها. يذهبون إلى كتب الأدب ويوردون بعض القصص أو بعض الصور التي تعتبر مشينة فيجعلونها هي الأصل، ويتناسون تاريخ الأمة هذا الذي عاش فيه الرقيق في أحسن حال. طبعا هذا الآن عندنا نموذج في أن الإسلام أغلق جميع منافذ الرق وأبقى واحدا، وهذا الواحد لا يكون إلا بعد يعني اختيار، وإلا ممكن أن يعفى عنهم، ممكن إلى آخره أن يأتي أن يدفع أمدية أو فدية ويفدي نفسه إلى آخره كما معلوم. القضية الثانية أن الإسلام لما قنن الرق ضيق من هذه الجهة ووسع من جهة أخرى، وهي ماذا؟ وهي العتق، فجعل العتق من أفضل القربات، وأيضا رتب العتق كفارة من الكفارات في بعض الأمور. فإذا جعل الاعتاق نوع من يعني كفارة من الكفارات، بل وأيضا حث وحظ على ماذا؟ على العتق. إذا لو كان الإسلام يريد الرق إرادة تامة مطلقة لا سد هذه المنافذ، ففتحوا لهذه المنافذ دلالة على أن هذا الدين دين يتعامل مع البشرية بواقعية. أيضا أنت الآن ترفع السيف علي، حقك ماذا؟ أن تقتل. فكوني أبقيت على حياتك وسلبت منك الحرية، أيهما أفضل؟ إذن الوضع الثاني أفضل. لست سلبت حريتك فقط، لا، أنا أعطيتك مع سلب الحرية حقوق مقننة لا يجوز للمسلم أن يتعداها. تأكل مما يأكل المسلم، تلبس مما يلبس المسلم، تسكن مثل ما يسكن. إن كنت مسلما تسقط عنك واجبات، أيضا إن كنت مسلما العقوبات تكون على نصف الحر. يعني إذا الرقيق يعيش حالة، لو طبق عليه قانون الإسلام يعيش حالة من الرفاهية في الحقيقة، ولا يعيش حالة من الرق المتصور. هم لما أخذوا الرقيق من أفريقيا ساموهم سوء العذاب، هذا لا يوجد في المسلمين. يعني مع الأسف هم يقيسون الناس بمنظورهم، هم أشرس الخلق وهم أسوأ الخلق، ولكن الصورة الظاهرة أنه قد هذبهم هذا النظام الموجود عندهم اليوم. وإلا لو غاب عنهم النظام يوم رجعوا إلى يعني النظام الغاب كما هو معلوم. فإذا هم قاسوا الرق الموجود عندهم بالرق الموجود عند المسلمين، فرق شاسع جدا جدا، يعني فرق شاسع جدا جدا بين الرق اللي كان موجود عندهم، يعذبون العبيد عندهم، يفعلون بهم الأفاعيل، يزنون ببناتهم ونسائهم لأنهم ملك لهم، يفعلون كل هذه الأشياء ويظنون أن غيرهم يفعل هذا. لا، نحن عندنا في الإسلام الرق له نظام معروف كما قلت لك قبل قليل. مع الأسف يأتون إلى الرق في الإسلام ويصورونه أو يأخذون بعض المشاهد الشاذة الغريبة ويجعلونها هي الأصل، يعني يجعلونها هي الأصل. مثلا كون يأتون لسوق النخاسة على سبيل المثال وكيف يباع الرقيق إلى آخره. طيب بيع، هل أنت تابعت لما بيع أين ذهب، كيف عومل؟ يمكن يكون معاملته في هذا المكان نعم، لأنه تعرف المكان هذا سوق والتاجر تاجر، وعقلية هؤلاء ما هي مثل عقلية من سيذهب إليهم هذا الرقيق. لو تابعت حالته يمكن تجد أنه انتقل من الحالة المزرية اللي كنت تراه عليها إلى حالة أفضل وأحسن. لكن كما قلت لكم يركزون على المنطقة هذه فقط، فيأتون برسومات إلى الآن موجودة، رسومات هم طبعا رسموها، الله أعلم هل كانت كذلك أو هي من المتخيل الخاص بهم. سوق النخاسة كيف يعني يكشفون على الرجل، كيف يكشفون على المرأة إلى آخره، فعلوها برسوماتهم وكتبوا كذلك كتبهم، قد تكون صحيحة وقد لا تكون. وإذا أنا أحذر استطراد على الاستطراد، أحذر في قراءة كتب الرحلات أو قراءة كتب المذكرات لهؤلاء الغربيين
ألا تجعل ما يقولونه حجة، يعني ما تصدق كل شيء يقوله هؤلاء. يعني رحالة، أنا قرأت لمجموعة من الرحالة، واحد من الرحالة جاء إلى الجزائر في مقطع من مقاطع أخرج بعضهم، يعني بعض الدول أخرجت عن حال النساء في الجزائر وما حولها. طبعا اللي يقرأ الكتاب هذا يعني يسوءه الأمر، لأنه مثل الذباب، هو ذهب على إيش؟ على المزابل، على الأماكن الرديئة، وصار يصف حال الجزائر كأنها بؤرة من الفساد. طيب أين دور أهل العلم؟ أين الحافظات القرآن؟ أين ربات البيوت التي يربين الأولاد؟ أين هؤلاء؟ لم يرد لهم ذكر، وإنما ذكر بعض الحانات التي تكون في أقصى المدينة، وبعض الرواد يرتدونها، لأنه هو لا يعرف إلا هذا. فلما تأتي أنت الآن تحكي حال الجزائر من خلال عين هذا الرحالة، مصيبة، يعني مصيبة. أو تقول أنه حصل كذا أو حصل كذا، لأني ألاحظ أن يعني بعض من يكتب يستدل بأقوال هؤلاء الرحالة على بعض الأحداث، فأنا أقول مثل هؤلاء لا يمكن أن يجعل ما يقولونه إيش؟ يعني حجة، بحيث نقول الله كلامهم حجة فيقبل بهذه الطريقة. فأنا أحذر من هذا المجال، وإنما يستأنس بالكلام في بعض الأمور إذا وجد في الواقع ما يشهد له فنعم، وإلا فلا يؤخذ على عواهنه ويؤخذ على أنه قول مطلق صحيح. نعم، لحظة يا شيخ عبد الرحمن، لا طبعا هو في شيء من الثناء، وفي شيء من الوصف المطلق، يعني ما فيه، وفي شيء من الذم طبعا، والذم يأتي بناء على منظوره هو، لأنه هو طريقته في الحياة غير طريقتك أنت، فهو يذم بناء على هذا. يعني أنت الآن طبيعتك أنت كشخص، لما تذهب إلى الغرب ستذم أشياء كثيرة تراها، هم عندهم ليست مذمومة عادي. فالمسألة صارت اختلاف، كما يقولون اختلاف ثقافات، لكنه قد يمدح أشياء لم يراها في الغرب عندهم، يعني وخاصة حتى الذين جاءوا إلى الصحراء وعاشوا مع البدو، رأوا في صفات البدو صفات ما يعرفونها هم، الكرم، الشجاعة إلى آخره، هذه ما يعرفونها، أو الصدق بالمواعيد إلى آخره، ذكروا أشياء هم هناك في وقتهم ما كانت هذه الأشياء إيش موجودة، فانبهروا بمثل هذه الأمور. فهي في النهاية يعني اختلاف في الثقافات لا غير. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم أقررتم، يعني بقوله جل ثناؤه ثم أقررتم أي أقررتم بالميثاق الذي أخذنا عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، كما حدثني وأسند عن أبي العالية ثم أقررتم يقول أقررتم بهذا الميثاق، حدثت وأسند عن الربيع مثله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأنتم تشهدون، قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في من خوطب بقوله وأنتم تشهدون، فقال بعضهم ذلك خطاب من الله جل وعز لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام هجرته إليه، مؤنبا لهم على تضييعهم أحكام ما في أيديهم من التوراة التي كانوا يقرون بحكمها، فقال الله عز وجل لهم ثم أقررتم، يعني بذلك أقر أولئكم وسلفكم وأنتم تشهدون على إقرارهم بأخذ الميثاق عليهم بألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وتصدقون بأن ذلك حق من ميثاقي عليكم، وممن حكي هذا القول عنه ابن عباس، حدثنا وأسند عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون على أن هذا حق من ميثاقي عليكم. وقال آخرون بل ذلك خبر من الله جل وعز عن أولئهم، عن أوائلهم، ولكنه تعالى ذكره أخرج الخبر بذلك عنهم مخرج المخاطبة على النحو الذي وصفنا في سائر الآيات التي هي نظائرها التي قد بينا تأويلها فيما مضى،
وتأولوا قوله وأنتم تشهدون بمعنى وأنتم شهود، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي العالية قوله في قوله وأنتم تشهدون يقول وأنتم شهود. وأولى الأقاويل في تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون وأنتم تشهدون خبرا عن أسلافهم وداخلا فيه المخاطبون به الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان قوله وإذ أخذنا ميثاقكم خبرا عن أسلافهم، وإن كان خطابا للذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز ذكره أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد موسى عليه السلام من بني إسرائيل على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه، فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه على الذي ألزم منه من كان على عهد موسى عليه السلام منهم. ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق وتبديلهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود بقوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإن كان خارجا على وجه الخطاب الذي للذين كان على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم منهم، فإنه معني به كل من أقر بالميثاق منهم على عهد موسى عليه السلام ومن بعده، وكل من شهد منهم بتصديق ما في التوراة، لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بقوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون وما أشبه ذلك من الآي بعضهم دون بعض. والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم، فإذ كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يدعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية التي بعدها أعني قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآية، لأنه قد ذكر أن أوائلهم قد كانوا يفعلون مثل من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا التقرير ونفس التقرير للسلف من جهة المخاطب. طبعا تلاحظون أن الطبري رحمه الله تعالى له عناية جدا بموضوع توجيه الخطاب، يعني من الذي وجه له الخطاب، وداخل هذا الموضوع موضوع آخر وهو تحولات الخطاب في القرآن، يعني تحولات الخطاب في القرآن. يعني مثل عندنا الآن في الآية السابقة لما ذكر قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، إذا قلنا أن قوله وأنتم معرضون المراد بها من؟ الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم المراد بها من؟ الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا نوع من التحول في الخطاب. هذا المبحث أو هذا الموضوع بالذات هو بحاجة إلى بحث. طبعا البحث في هذا يعني فيه جانب تفسيري وفيه جانب أيضا بلاغي، يعني فيه جانب تفسيري وفيه جانب بلاغي، وهو من الأساليب الخاصة في القرآن. نعم يوجد في خطابات الشعراء لكنها في الغالب تكون واضحة. الخطابات اللي في القرآن نحن نستدل عليها بماذا؟ بطرائق تفسير المفسرين. بمعنى أنه الآن المفسر الذي يرى أن قوله وأنتم معرضون حينما يقول أن المراد بها من بين ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه الآن حول الخطاب، يعني يرى أن الخطاب تحول من السابقين إلى المعاصرين. لكن هذا التحول من السابقين إلى المعاصرين هل فيه دلالة من السياق عليه؟ يعني هل في دلالة من السياق عليه أو لا؟ هذا مما يحسن بحثه، أو أننا نكتفي باعتماد قول المفسر لجلالة ذلك المفسر لا غير، نقول الله هذا قول ابن عباس، يعني أننا نقول هذا التحول في الخطاب هو رأي ابن عباس. لكننا ما ذهبنا لما ذهبنا نبحث عن دلالات في السياق قد لا نجدها. إذا كان تذكرون الطبري رحمه تعالى فعل هذا في آية من الآيات وجعل الخطاب يعني محولا، فهو وهو يحول الخطاب أشار في كلامه إلى هذا التحويل، ما أدري تذكرونها أو لا.
تذكرون المثال؟ نعم هذه موجودة، لولا وجود التعليق كان ضاعت. في قوله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قال ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، دليل على تمام لما قال يعني يعلمون المحرف من هو، هل الذين حرفوه إذا كنت تذكرون الذين حرفوه هم جزء من السبعين الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام أو المراد به عموم اليهود خاصة الأحبار؟ طبعا تذكرون هذا في صفحة 144، يعني في صفحة 144 هل التحريف كان من علماء اليهود أو التحريف من البعض الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام من السبعين الذين سمعوا كلام الله؟ والسياق كما سبق أن ذكرنا أنه واضح أن المراد به من الأحبار، يعني السياق واضح أن المراد به علماء اليهود. الطبري في هذا الموطن رأى أن هذا المقطع بالذات المقصود به هم بعض السبعين، إذن هذا تحول في الخطاب. لكن الطبري رحمه تعالى متنبه إلى هذا الأمر، وأنه لما حول الخطاب يحتاج أن ينبه القارئ إلى أنه ذهب إلى هذا المذهب، يعني ذهب إلى هذا المذهب. ولهذا قال في صفحة 144 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من إيمانهم من يهود بني إسرائيل الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يعني عاد الخطاب إلى من؟ إلى من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، بس عبارته قال الذين كان فريق منهم، يشعرك أنه هو متنبه أنه حول الخطاب، يعني حول الخطاب. يعني هذا مثار بحث لتحولات الخطاب في أقوال المفسرين، تحولات الخطاب في أقوال المفسرين، لأننا نعلم أن السياق محكم ولا لا. وأنا أقول مثلا والطبري يحكم السياق تحكيما قويا جدا، بل أنه يجعله معيار واضح جدا جدا عنده، لكن في بعض المواطن يرى أن الآية أو أن هذا المقطع ليس من هذا السياق، قد أحيانا يستدل له بدلائل، وقد أحيانا يرى رأيه أن هذا كذا ويمضي. على العموم المقصود الطبري أو من كان قبله من السلف إذا نحن تأملنا أقوالهم قد نجد أن هناك شيء من هذا الصنيع اللي هو تحولات الخطاب. وأنا في نظري أنه يحتاج إلى بحث، لا أعرف أنه بحث لكنه يحتاج إلى بحث. طبعا تحولات الخطاب هو بنظر المفسر، يعني قد يكون قوله صوابا وقد يكون قوله غير صواب، يعني ما نستطيع أن نقول والله هذا القول هو الصواب بلا ريب، لكن نتكلم عن أنه كيف نظر المفسر إلى السياق. ما دام السياق هو المحكم فلا يمكن واحد مثل مقاتل بن سليمان، مثل مجاهد، مثل عكرمة، مثل قتادة، مثل أبي العالية، مثل الربيع بن أنس، مثل سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، ابن عباس، عمر بن الخطاب إلى آخره، أمثال هؤلاء اللي هم أعلام في التفسير، لا يمكن أن يقع في ذهننا أنهم لا ينتبهون للسياق، لا. فإذا نحن حينما نعالج هذا الموضوع من خلال السياق يجب أن ننتبه أن نتعامل مع أناس يعني هم أهل هذا الشأن، يعني نتعامل معهم على أنهم أهل هذا الشأن. فحينما تعامل معهم على أنهم أهل هذا الشأن سيختلف أسلوب البحث عندنا، فنبدأ نبحث عن ماذا؟ عن العلل والأسباب، وليس عن رد ماذا؟ الأقوال. نبحث عن العلل والأسباب، يعني ما الذي جعل مثلا قتادة يرى أن هذا الخطاب موجه لكذا والسياق كله بخلافه؟ لا بد يكون عنده علة معينة قد تظهر لنا أو قد لا تظهر، لكن ما واحد يجري على 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 قتادة ويقول كيف لم ينتبه للسياق؟ غير متصور، يعني غير متصور أن مثل قتادة أو غيره لا ينتبه للسياق. لا، هو الآن لما أخرج هذا أو جعل في تحول في الخطاب هو الآن عنده علة معينة قد يشير إليها وقد لا يشير إليها فتغمض علينا نحن. لكن ما يأتي واحد يزري على أمثال هؤلاء إن والله إنهم لم يعمل السياق، لا، هم أعرف بالسياق وأدرى، لكن المهارة عندنا نحن أن نبحث عن علل إخراجهم لبعض المقاطع عن السياق. استطعنا أن نعرف هذه العلل تكون هذه مهارتنا الصحيحة والموجودة، وإلا ليست يعني بذات الشطارة أن تقول والله قول قتادة مخالف للسياق. يعني مثل ما روي عن الحسن وإن كان فيه ضعفا لما قال واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق
قرب قربانا قال هما ليس ابن آدم من صلبه وإنما هم بني إسرائيل مثلا، يعني قول طبعا إن كان طبعا ضعيفا عنه، لكن أنت لو صح هذا أنت تحتاج أن تبحث ما السبب الذي دعا الحسن مع جلالته والخطاب أمامه واضح جدا ينحو إلى هذا المنحى. وهذه المسألة من باب الفائدة قل ما تجد من يعنى بها. طبعا فيه من المفسرين من له إشارات في ذلك، لكن نحن المعاصرين أنا لا أعرف أن أحدا جعل هذه الأقوال، يعني أقوال السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم، جعلها أصلا يعتمد عليه ويبحث عن عللها وأسبابها، ما أعرف أحدا فعل هذا، بل بالعكس كما قلت لكم سابقا جعلت هذه المرويات، يعني جعلت محط مثار الشبهات ومحطا لماذا للنقد والتقويم، وكأن فيها إشكالات حتى وصلنا إلى بعضهم يكتب الدخيل في تفسير فلان والدخيل في تفسير فلان، وكأنها صارت محطا ومثارا لماذا للإشكالات والشبهات. يعني ما صرنا نتعلم منها، ما صرنا نأخذ العلم من هذه الطبقات ونبحث عن الأسباب والعلل الموجبة لأقوالهم، لا، وإنما صرنا نقول هذا القول فيه كذا، هذا القول فيه كذا إلى آخره. فلو نحن عدنا بالبحث إلى هذه الطريقة قد يختلف الأمر وقد تخرج لنا فوائد تكون غائبة عنا، أن تكون غائبة عنا. نعم، طبعا الآية أو المقطع الذي سيأتي طويل وفي نقاشات في القراءات وأيضا في التفسير، قد يطول بنا الوقت لو نقف عنده. نعم. شيخنا سؤال بالنسبة لقرائن تحول الخطاب، هل يمكن أن تخرج عن السياق أو عن يعني أقوال المفسرين في ذلك؟ هل ممكن نقول أنها أصلا كمان هناك قرائن تخرج عن السياق؟ ولا شك أنه نظر تاريخي كمن أحنكية أو مدنية الصورة ممكن، ممكن هو القرائن أنا ما بحثت حقيقة فيها، لكن هي فكرة طرأت علي من خلال يعني طريقة ابن جرير في أو بعض المفسرين من السلف في هذا، لكن أنا أتوقع أن الذي سيبحث سيخرج بفوائد وأكيد سيخرج بضوابط، يخرج بأسباب، يعني مثل قضية مكي ومدني على سبيل المثال. يعني مثلا على سبيل المثال اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن يمكن يضرب له مثال بقوله سبحانه وتعالى وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم، يعني مسروق وتلميذه الشعبي يرون أنها أن السورة كلها خصومة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، يعني أن السورة إيش مكية من بداية الآيات إلى نهاية الآيات، وأن ما شأن عبد الله بن سلام وهذه الآية ما له شأن فيها مكية، والقضية بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه. جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم قالوا إن المراد عبد الله بن سلام، منهم سعد بن أبي وقاص يعني حمل آية عليه، وكذلك عبد الله بن سلام نفسه حمل آية على نفسه، وكذلك ابن عباس وجماعة من تلاميذ ابن عباس وغيرهم قالوا إن المراد عبد الله بن سلام. هنا صار في تحول في الخطاب واضح جدا جدا، يعني أن الآن الخطاب كله السياق مع المكة، ثم جاء فجأة الخطاب مع عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام لما نزلت هذه الآيات لم يكن إيش يعني مسلما، يعني ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة بعد، يعني لم يكن إذا بعد. فتحتاج أنت الآن تبحث وتربط هذه المسألة والأقاويل، كيف هل الآية أصلا نزلت في موسى عليه الصلاة والسلام مثل ما يرى مسروق، ثم نزل هؤلاء الآية على حال عبد الله بن سلام فيكون هذا من باب التنزيل وليس من باب النزول، هذا محتمل، أو تكون أصلا الآية ليست من السورة وإنما هي آية مدنية ثم ألحقت بسورة مكية، هذا أيضا محتمل. فأنت تبحث عن محتمالات كما قلت لكم، الزاوية تجعلها إيش منفرجة بحيث تنظر إلى تكون زاوية أعلى، تنظر في الأفق إيش يمكن تضعه من الاحتمالات، أو قد تكون نزلت في عبد الله بن سلام وتكون من باب إيش الآية التي نزلت، نزل حكمها نزلت بمكة وحكمها إيش مدني، يعني أنه هو المقصود لكنه لم يحصل بعد، فتكون من باب النبوءات بوقوع شهادة مثل هذا الرجل، خصوصا أنه قال أنه هو المقصود، ابن عباس يقول هو المقصود، وسعد بن سعد بن وقاص يقول هو المقصود. ولذا الطبري لما جاء يعالج هذه الآية ذكر أن أشبه الأقوال بالصواب قول مسروق، لكنه بعدين استدرك قال غير أن العالمين بمعاني ما أنزل، يعني بمعاني ما أنزل من القرآن، قالوا طبعا ذكر لهم أوصاف، قالوا بأن المراد عبد الله بن سلام، وذكره يعني منهم من قال به. فإذا الموقف مثل هذا
أو هذا المثال هو أيضا مثال من أمثلة ماذا؟ تحولات الخطاب. قد يكون المكي والمدني له دور، أسباب النزول لها دور، تنزيل الآيات لها دور، يعني كل هذه الأشياء يمكن واحد يجمعها ويعرف في النهاية ما هو سبب تحويل الخطاب. أحيانا المفسر يذهل أو يظن أن هذه الآية كذا، يعني يظن أن هذا مقصود بها كذا فيحملها على هذا المعنى، ففي أسباب متعددة. لكنه كما قلت لكم أنا يبدو لي والله أعلم أنه يعني بحث صالح أو موضوع صالح للبحث، وإن كان سيستقرأ جميع ما في القرآن فهو بيكون مشروع يعني الطلاب، لا يكون يعني لطالب واحد، يكون مشروع لأنه كبير جدا، هذا إن كان بالإمكان بحثه من خلال يعني المشاريع البحثية، لأنه بيكون في معالجة لتحولات وخطأ الخطاب في جميع سور القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.